حياكم الله. واشنطن تخاطب روسيا بلهجة تحذيرية على خلفية تقارير تشير إلى أن موسكو تتجه نحو تعزيز عسكري كبير في سوريا. لكن لماذا تطرح روسيا نفسها من جديد كداعم عسكري للنظام؟ أليس هذا الدور منوطا بإيران وبرعت فيه أصلا؟ أم أن روسيا تخشى على مصالحها في سوريا أمام تمدد النفوذ الإيراني؟ ربما موسكو تعلم علم اليقين ساعة سقوط بشار الأسد، لذا تبحث عن تعزيز موقعها في المنطقة التي أغرقها المد الفارسي. لكن التعزيز العسكري لا يبدو من قبل روسيا وحدها، حتى فرنسا تتجه لحملة عسكرية في سوريا مستقلة عن التحالف. دول الجوار كذلك تستعد لتدخل بري. ما يجري يشي بشيء واحد فقط، الجميع قرر التعامل مع سوريا دون أي اعتبار لنظام بشار الأسد. في ملفنا الثاني، شيخ الكرامة مذ وراه الطغى تجلى، ليس في السويداء فقط بل في لبنان. حراك درزي يرفع شعارات ثأرية يفهمها جيدا أبناء الطائفة الذين نادوهم من سوريا يا غيرة الدين. هل يوحد الحراك اللبناني الموقف الدرزي من النظام ونشهد حراكا درزيا على قلب رجل واحد؟ أم أن تسوية مع النظام أقرب لأن تسري في المشهد العام بمعية مشايخ السلطة على حساب الشهيد والكرامة والدين؟ وللحديث بقية. أهلا بكم. أبلغ وزير الخارجية الأمريكي جون كيري نظيره الروسي سيرجي لافروف أن واشنطن تشعر بقلق عميق بسبب تقارير تقول إن موسكو تتجه نحو تعزيز عسكري كبير في سوريا. تنظر له واشنطن على أنه يهدف لعدم سقوط بشار الأسد، وذلك على خلفية معلومات تشير إلى نقل روسيا وحدات إسكان سابقة التجهيز إلى مطار اللاذقية يمكن أن تأوي 1000 عنصر. تقول صحيفة لوموند الرصينة تقول إن فرنسا تتجه لمحاربة تنظيم الدولة داخل سوريا عبر عمل عسكري منفصل عن التحالف. نتابع بالتفاصيل. قلق عميق يشعر به وزير الخارجية الأمريكي جون كيري على خلفية التقارير التي تتحدث عن اتجاه روسي لتعزيز دعمها العسكري في سوريا لصالح نظام الأسد. هذا ما نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية بناء على مكالمة هاتفية أجراها كيري مع نظيره الروسي سيرجي لافروف. كيري قال إن مثل هذا الدعم قد يؤدي إلى تصعيد الصراع وإلى إزهاق المزيد من أرواح الأبرياء وزيادة تدفق اللاجئين، وتخاطر روسيا بحدوث مواجهة مع التحالف المناهض لتنظيم الدولة العامل في سوريا. تصريحات كيري مبنية كما تقول الصحيفة على معلومات وتقارير من الأرض تشير إلى اكتشاف خطوات تمهيدية مقلقة للروس تشمل نقل وحدات إسكان سابقة التجهيز يمكن أن تؤوي نحو 1000 عنصر إلى مطار سوري قرب مدينة اللاذقية، وتجهيز المكان بمركز متنقل للمراقبة الجوية، فضلا عن تقدم الروس بطلب كما تشير التقارير لدول مجاورة للسماح بتحليق رحلات جوية عسكرية، فيما يوحي بتحول المطار لمركز إمدادات أو نقطة انطلاق لغارات جوية روسية. روسيا نفت صحة هذه التقارير، لكنها في الوقت نفسه كانت قد أكدت على لسان رئيسها فلاديمير بوتين مواصلة دعمها العسكري للأسد، وروجت في الأسابيع الأخيرة عبر لقاءات الدوحة وموسكو فكرة دمج النظام وإشراكه في ائتلاف دولي لمحاربة الإرهاب. ولا تبدو موسكو الوحيدة التي تتجه للانخراط أكثر في الساحة السورية، فباريس التي رفضت سابقا المشاركة في عمليات التحالف بسوريا حتى لا تخدم الأسد لأنه منبع الإرهاب كما أعلنت، قد تتجه قريبا ربما كما نشرت صحيفة لوموند الفرنسية لمحاربة تنظيم الدولة في سوريا.
ووفق الصحيفة فإن النزوح المتسارع للسوريين وفشل التحالف الذي تقوده أمريكا في دفع التنظيم إلى التراجع في العراق، وأيضا التعزيز المحتمل للوجود العسكري الروسي على الأرض، هي عوامل تتسبب بضغوط على الموقف الفرنسي. وقد تنخرط بريطانيا هي الأخرى في حرب التنظيم في سوريا وفق تقارير صحفية ومسؤولين بريطانيين. وإذا كان التنظيم هو هدف لدى بعض الدول للقضاء عليه، فإنه بالنسبة لدول أخرى كروسيا يبدو مجرد ذريعة وواجهة لتعويم الأسد وإعادة تأهيله عبر دعمه مباشرة إن عسكريا أو حتى سياسيا. أناقش هذا الملف مع سيادة العميد أسعد الزعبي الخبير العسكري والاستراتيجي ضيفي من عمان. مساء الخير سيادة العميد. أيضا الدكتور عاطف عبد الجواد الكاتب المحلل السياسي ضيفي من واشنطن. أهلا بك دكتور عاطف. سينضم إلي فيتسلاف ماتوزوف المحلل السياسي من موسكو. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك دكتور عاطف عبد الجواد، هل هناك أي قراءة للاتصال الهاتف الذي قام به وزير الخارجية الأمريكي لنظيره الروسي، أم جاءت فقط بعد الزيارة السعودية لقاء الملك السعودي مع باراك أوباما؟ لا، كانت هناك أخبار ومعلومات استخباراتية هنا في الولايات المتحدة خلال الأيام القليلة الماضية بغض النظر عن توقيت زيارة العاهل السعودي لواشنطن. وهذه التقارير الاستخباراتية والصحفية تحدثت عن وصول حوالي 1000 مستشار روسي إلى اللاذقية حيث توجد القاعدة الروسية هناك، وأيضا وحدات سكنية مسبقة التجهيز، أي أنه يمكن تجهيزها وبناؤها وإقامتها خلال ساعات. وأيضا هناك معلومات استخباراتية لدى الولايات المتحدة بوصول وحدة مراقبة جوية. طبعا أنت لا تحتاج إلى وحدة مراقبة جوية إلا إذا كنت تعتزم استخدام طائرات روسية، هذا أمر واضح للغاية. الأمر غير المؤكد الآن هو ما إذا كانت هناك قوات روسية بالفعل تشترك في قتال فعلي على الأرض، هذا لم يتأكد بعد، وهذا نفاه الرئيس الروسي بوتين. ولكن يجب عندما نقرأ تصريحات الرئيس الروسي بوتين هناك كلمة واحدة لها أهمية خاصة، فهو يقول أنه الانخراط الروسي في القتال الفعلي على الأرض ليس على الأجندة الروسية بعد. كلمة بعد هذه هي الكلمة المهمة، أي أن الرئيس الروسي يقول ربما يحدث غدا، ربما يحدث هذا القتال هذا الانخراط بعد غد. طيب وطبعا تعزيز القوة الروسية على الأرض الآن يعني تمهيدا لاحتمال اشتراك انخراط قتالي روسي على الأرض في المستقبل القريب. طيب إذا السؤال لسيد ماتوزوف، أهلا بك في البداية وأرحب بك ضيفي من موسكو. سيد ماتوزوف، عندما يتحدث الرئيس الروسي بأن الانخراط الروسي في القتال الفعلي ليس على الأجندة الروسية بعد، طب السؤال يعني سيقوم بهذا الحرب، هل روسيا جادة بالقتال على الأرض من عناصر روس؟ طيب هناك الإيرانيين، ألا تثق روسيا بعناصر الإيرانية التي تقاتل على الأرض السورية مع بشار الأسد؟ ألا تثق بعناصر الميليشيات الشيعية العراقية باللبنانية بالأفغانية ما إلى ذلك؟ أنا شخصيا أعتبر أن المشكلة الوجود العسكري الروسي في سوريا المبالغات الكبيرة، مبالغات الإعلامية أكثر من ما هو أمر الواقع. أولا أن لدي روسيا ليست هناك قاعدة بحرية ولا جوية في سوريا، لأن هناك برجة كانت الآن أعطت برجة ثانية في ميناء طرطوس، هناك حوالي 50 واحد مدني ليخدموا في هذه البرجات لتموين ولإمدادات السفن الروسية الذي يمر بحر المتوسط متوجها إلى قرم. هذا أولا. شيء ثاني، المعلومات نشروا أن هناك الطائرات الروسية وصوروا وهناك الجنود الروس. أنا أعتقد على مستوى رئيس الدولة، على مستوى وزير الدولة الروسية، وعلى مستوى وزير الخارجية نفي هذا الخبر. وأنا أصدق على هذا المستوى لا يمكن أن يكذبوا، لذلك يكذبوا، ولذلك هذا شيء بالنسبة واضح. نعم، لكن هناك من يقول سيد ماتوزوف، القوات
سيد نوتسوف، الجميع يقول حسب القراءات الدولية بأن روسيا دائما تقوم بالتصريحات، أما على الأفعال فهي غير قادرة على ذلك أو بأنها لا تقوم بهذه الأفعال. يعني نستمع بأن روسيا ستقوم بربما لم تكون القتال الفعلي على الأرض ليس على الأجندة بعد، روسيا لن تذهب، لن تقوم بإرسال أي من عناصرها للقتال في سوريا، ما مصلحة روسيا في ذلك؟ كان لها سابقة مثل العراق، كان لها سابقة مثل ليبيا، ما شفنا عناصر روسية تقاتل، فقط تصريحات. أنا لا أستثنى أن روسيا تقترح على أمريكا تشكيل التحالف البري الميداني، ليست التحالف الأمريكي اليوم التحالف الجوي الذي لا يعطي أي ثمار، بالعكس أحيانا طائرات تركية تضرب بدلا من جبهة نصرة يضرب المراكز الكردية في شمال سوريا التي تنادل ضد داعش. ولذلك روسيا عرضت على واشنطن هذه الفكرة، واشنطن يتجنب، وردا على هذه الاقتراحات الروسية أعلنوا أن هناك مشاريع لإعلان السماء بدون منع طيران في مناطق شمالية لإقامة منطقة لسوريا، مثل ما عملوا في إيران في 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 طرابلس في ليبيا. طيب هي إقامة منطقة أمنة تم التوافق عليها من قبل الكونغرس وأيضا من قبل تركيا، إذن هذا حق، هي منطقة أمنة لحماية الأمن القومي التركي وأيضا حماية المدنيين السوريين. سيد متزوف، الآن على ما يبدو بأن روسيا الآن قلقة بشأن الأكراد، يعني تحاول طبعا أن لازم يفكروا أمريكان قبل كل شيء عن مصير المدنيين الذين يهاجمون اليوم أوروبا، لأنه مدنيين يضربون ليست الجيش السوري، أن مدنيين يضربون القوات داعش. سيد متزوف، من يقتل رؤوس في تدمر، من يدمر الآثار التاريخية؟ نعم، وهناك واضح تماما أي جانب يرتكب الجرائم. طيب سيد متزوف، هو الإرهابية التي تنادلها أمريكا وروسيا. طيب سيد متزوف، فقط الذين يقومون بالهجرة جميعهم هاربين من بشار الأسد، يعني فقط للمعلومة عليك اذهب لزيارتهم، هم هاربين من الحرب، الحرب ليس سببها بشار الأسد تقوم بدعمها موسكو. أنا لا أعتبر أنهم هاربين من الحرب، دعنا لا ندخل في هذه التفاصيل، هم هاربين من الداعش. طيب لن ندخل بهذه التفاصيل سيد متزوف، هذا مش تفاصيل، هذا نقطة مهمة، نقطة مهمة. من الذي قام بإدخال تنظيم الدولة داعش إلى سوريا غير بشار الأسد؟ من الذي يهدد الآن السويداء بالرايات؟ بالنسبة لموقف روسي واضح تماما، طيب وراء بروز الداعش في سوريا والعراق الولايات المتحدة الأمريكية بسياساتها المدمرة والتخريبية التي وضعت مهمة إسقاط النظام، تنحي رئيس بشار الأسد، هذا هي نتيجة نحن نشاهد اليوم. طيب ماشي، على كل سيادة العميد أسعد الزعبي، على ما يبدو ليس فقط يعني روسيا من تريد أن تذهب لتقاتل فعليا على الأرض، ولا أيضا البريطانيا التي تحدث بأنها ستقوم بالدفاع أو مقاتلة تنظيم الدولة، ولا كما تحدثوا بأن هناك دول إقليمية ستقوم بتدخل بري، اليوم فرنسا تقول أيضا سنذهب لقتال تنظيم الدولة، كل العالم الآن يذهب لقتال تنظيم الدولة، كل العالم الآن يتواجد على الأراضي السورية، هذا كل سببه بأن بشار الأسد لا يريد أن يتنحى عن هذا الحكم. بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير، أرجو أن تعطيني الوقت الكافي، لدي نقطتين أرد بهما على ضيفك من موسكو. أقول اللاجئين، ملايين اللاجئين وملايين النازحين ومئات الألوف من السوريين الذين قتلوا في سوريا، بأي سلاح قتلوا؟ ألم يقتلوا بالسلاح الروسي، الطائرات والكيمياء والصواريخ والبراميل؟ يعني يكفي أن نعلم أن السلاح الروسي هو من قتلهم. عندما يتحدث أيضا ضيفك عن داعش، أقول له داعش من أوجدها ودربها ويعطيها الأجندات ويعطيها الاتجاهات هي المخابرات الروسية والمخابرات الإيرانية، وعلى الأقل
70% من عناصر داعش هم من جمهوريات روسيا، من كازاخستان وأذربيجان وأرمينيا، وهذه الجمهوريات التي تركها الروس جائعة تبحث عن لقمة العيش والخبز. ثم أذكر ضيفك أيضا بأن أكثر من 70 طائرة روسية كانت متواجدة في هذه الدول تم سحبها من قبل روسيا من قبل ميدفيديف وأعطيت للنظام السوري. الآن سوف أعطيك أرقام وتواريخ دقيقة جدا. النظام الروسي لم يعطي سوريا أي قطعة سلاح منذ العام 1987. حصلت سوريا بالشهر التاسع أيلول 1987 على سرب طائرات سوخوي 24 وسرب طائرات ميك 29. وعندما بدأت الثورة السورية تلوح بالأفق، الروس فتحوا مصاريع السلاح للنظام السوري. تم التعاقد على سربين ياك 130، تم تطوير الطائرة ميك 29 بمليار دولار لتحمل أنواع صواريخ ضد الأهداف الأرضية وتتعامل مع الأقمار الصناعية. تم تعمير وتجديد طائرات السخوي 24 والحوامات 135 أو 25 من أجل أن تحمل أسلحة تتعامل مع الأقمار الصناعية. تم تزويد سوريا بسرب استطلاع مسير روسي لا يقوده إلا الروس. تم تحويل طائرات الريز الاستطلاعية الروسية إلى طائرات انتحارية من أجل أن تخصف المدن السورية على مسافة 250 كيلومتر. تم تطوير مراكز قيادية تتعامل مع الأقمار الصناعية بالدور، مركز الدور، قاسيون، أمانع، شنشار، مصياف، محطة البث بصنفة. يعني كل ذلك حصل من خلال الدعم الروسي لسوريا لهذا النظام البائس. أيضا التدخل الروسي أو ما جاء على لسان بوتين هي عبارة عن رد حقيقي على اللاهثين وراء الحل الروسي والمبادرات الروسية والتي لا تهدف روسيا من مبادرتها إلا قتل الشعب السوري. هكذا تعود النظام الروسي مع الشعب الروسي، فكيف يمكن له أن يتعامل مع الشعب السوري؟ لا يطلق الحريات ولا يسمح بالحريات. لم ننسى تماما قيام الجيش الروسي بمهاجمة مجلس النواب في موسكو. إذن كيف يمكن أن نتعامل مع السوريين؟ عندما نتحدث عن روسيا يا أخي الكريم، هناك عشر وثائق تثبت تدخل الجيش الروسي بصحراء تدمر. طيب يا سيادة العميد، بس روسيا دائما تكتفي بالتصريحات، لم نجد لها أي وجود فعلي على الأرض. الآن نشاهد صور، لكن هناك من يشكك في وجود هذه الصور. هي ليست صور يا سيدي، هي حقيقة. ألم يبلغوا ووضعوا برنامج بروسيا اليوم منذ حوالي أكثر من عام كيف ضاع الجنود الروس بصحراء تدمر ونفذوا بأعجوبة من الجيش الحر؟ أيضا هناك حاليا من يدخل دمشق، الحواجز الموجودة في منطقة البرامكة والبحصة وتنظيم كفر سوسة هي عناصر روسية بامتياز. طيب ماشي. إذا تناسينا آلاف الخبراء الروس الذين عملوا حاليا بسوريا، ألم يقتل يوري إيفانوف رئيس المخابرات العسكرية الروسية عام 2010 بسوريا؟ طيب دكتور عاطف، بالمقابل الطراد الروسي الموجود حاليا قبات الشواطئ. طيب سيادة العميد، طيب دكتور عاطف، إذا كانت أمريكا بحسب التقرير الاستخباراتي العسكري التي وصلتها قلقة الآن من الوضع الروسي أو التدخل الروسي على الأرض في سوريا، طب ما الذي من الممكن أن تقوم به الولايات المتحدة الآن؟ نعم، الولايات المتحدة ستفعل أمرين على مراحل. الأمر الأول هو أن الوزيرين كيري ولافروف اتفقا في المكالمة الهاتفية التي جرت قبل ساعات على بدء مشاورات بينهما وبين أطراف أخرى على هامش دورة الأمم المتحدة التي ستبدأ في نيويورك هنا خلال الأيام المقبلة. إذن الولايات المتحدة على استعداد للانتظار عدة أيام إلى أن تبدأ هذه المشاورات مع الروس لمعرفة إلى أين يتجه الروس بأفكارهم وأيضا أفعالهم على الأرض. طيب هذه النقطة الأولى. في نهاية المطاف، إذا أخفقت هذه المشاورات بصورة أو بأخرى، فإن الولايات المتحدة، وهذا كلام أيضا قاله وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، على استعداد للسماح لدول إقليمية من الدول المحيطة بسوريا، لم يحددها بالاسم، أن يسمح لها بإدخال قواتها، قوات عسكرية داخل الأراضي السورية، حتى لو كانت إيران. طبعا يقول جون كيري هذا سيحدث
في الوقت المناسب. طب دكتور، ما معنى الوقت المناسب؟ المفترض أن الوقت المناسب من وجهة نظر جون كيري هو أن تكون هناك عناصر تسوية سياسية موجودة، عندئذ تدخل هذه القوات. طيب دكتور عاطف، القوى الإقليمية التي ذكرتها منها إيران، هل ستسمح الولايات المتحدة لقوى إيرانية أن تدخل أيضا؟ قوى الإيرانية موجودة. دعنا نسلم أولا بأن الخطوات الروسية الأخيرة في سوريا في اللاذقية تمت وتتم بتنسيق مع إيران. الجنرال قاسم سليماني كان في زيارة لموسكو قبل أيام، وجاءت بعده هذه التحركات الروسية في اللاذقية. إذن هناك تنسيق إيراني روسي في هذا الصدد بسبب اشتراك أو توافق مصالح البلدين في رغبتهما في الإبقاء على السيد بشار الأسد في الحكم لأطول فترة ممكنة. ولكن بدون شك جون كيري هنا يتحدث بالتحديد دون أن يذكر هذه الأسماء، لكني أنا أفترض أنه يقصد بلدانا مثل تركيا والأردن. طيب ماشي، إذن تدخل البري ربما يكون المقصود عندما تحدث جون كيري، قال بأن هناك ربما دول إقليمية ستقوم بالتدخل البري، تقصد تركيا والأردن دول الجوار يعني. على كل، طيب سيد متزوف، الآن السؤال، طيب روسيا المعتاد عليها يعني دبلوماسيا بأنه قبل وجود أي مؤتمر، قبل وجود أي لقاء، تقوم دائما برفع سقف. يعني عندما زارها وزير الخارجية الإيراني تحدثت بأن بشار الأسد خط أحمر، الآن هناك لقاء سيجمعها مع الولايات المتحدة وربما مع السعودية حسب ما سرب يوم الأمس بعد لقاء العاهل السعودي مع باراك أوباما. هل ما تقوم به روسيا الآن هو فقط لترفع به سقف مطالبها؟ أولا، أن أي تداخل الأجنبي من تركيا أو من غير تركيا إلى سوريا، التدخل العسكري بدون تنسيق مع الحكومة السورية، هذا سوف يعتبر حسب القانون الدولي خرق الدستور الأمم المتحدة، خرق القانون الدولي. وروسيا لا شك أنها كعضو دائم لمجلس الأمن سوف يأخذ هذا بعين الاعتبار. أنا أستثنى التدخل العسكري الأجنبي في أمور الداخلية السورية على الإطلاق. طيب اولا شيء ثاني، انا احب ضعنا باول خلينا اولا انا في روسيا اوفن لحظه واحده ان نزاع في روسيا ليس نظام، في روسيا الرئيس، في روسيا الحكومه. نظام هذا في احد الدول نبار الذي غير شرعيه. روسيا تملك شرعيه السلطه، واحترام لهذه الشرعيه هذا المبدا الاول. اي مبالغات، اي تصريحات حول هذا الموضوع غير مقبوله على الاطلاق. طيب ماشي ساعود الى النقطه الاولى. سيد متزوف ابقى معي، تتحدث بانه اذا كان هناك اي تدخل اجنبي في سوريا من غير التنسيق مع نظام بشار الاسد هو خرق للقانون الدولي وروسيا لن تسمح بذلك. طيب سيد متزوف، طيب والتدخل الروسي بالشان الداخلي السوري لا يعد خرق للقانون الدولي؟ التدخل الايراني، التدخل الشيعي، لا يعد هذا خرق للدستور أو للقانون الدولي؟ أولا روسيا ما دخلت سوريا، خلينا نحن نكون واضحين تماما. طب المستشارين، ما في مستشارين بسوريا؟ لا يوجد هناك جنود الروس رسميا، نفي هذا على مستوى وزير الدفاع الروسي. طيب هو لا يكذب، وإذا على هذا المستوى لا، ما في عادة أن يكذبوا. أي مبالغات إعلامية دعائية لا قيمة لها، الأمريكان يعرفون هذا أحسن. ولذلك برأيي أنا التنسيق الأمريكي الروسي كان من الضروري. بوتين عرض على أمريكا فكرة بناء وتشكيل التحالف الحقيقي، مش مسرحية التحالف الجوي الذي يضرب أي أهداف ما حدا يعرف. وهناك أهداف الأكراد، مراكز الكردية التي يضربها الطيران التركي ولا يضرب جبهة النصرة. كل هذا وقائع لازم إذا هناك خطورة فعلية. طيب إذا كانت لدول إقليم، طيب لأردن، طيب للخليج،
طيب ماشي سيد متزوف، يعني إذا كانت ضروري التحالف الحقيقي ليست مزور. ماشي ماشي التحالف الحقيقي يعني لهذه الدرجة الإنسانية في السياسة الروسية، يعني قلقة على الأكراد، قلقة على جميع القواعد العسكرية في سوريا، كل هذا القلق وتقوم بدعم بشار الأسد. طيب مقابل بشار الأسد مقتل شعبه مدنيين، يعني الأكراد مسلحين، تنظيم الدولة مسلح، جبهة النصرة مسلحة. طيب المدنيين اللاجئين اللي بيخرجوا على ألمانيا اللي بموتوا بالبحر سيد متوزوف، طيب ما في إنسانية بالسياسة الروسية بهذا الموقف؟ هذا المأساة، مأساة الإنسانية، وأنا معك بأن لازم أن نحدد مسؤولين عن كل هذا الكارثة. مين؟ مين الذي من فرض على 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 الشعب السوري أن يهاجر؟ بشار الأسد. بشار الأسد. وهناك عندنا مهاجرين، روسيا استقبلت مهاجرين من سوريا قليل، ولكن ملايين أعطوا من أوكرانيا إلى روسيا، ملايين أعطوا من مناطق أخرى إلى روسيا. طيب ماشي. نحن نستقبلهم، وهذا نتيجة السياسة الجيوسياسية الأمريكية. لازم أن نتفق مع الأمريكا أن هي تقف إسقاط الأنظمة، يطلب هذا رئيس فلاني غير شرعيته والرئيس فلاني غير شرعي. من أعطى حق لأمريكا أن يعبر أن يعريه أن هذا قرار الأمريكي أو قرار أحد معارضين منتشرين؟ طيب بين طيب إسطنبول، طيب واشنطن، باريس. طيب سيد متوزوف، بتآمن بالشعب؟ هل تؤمن بإرادة الشعوب؟ إرادة الشعوب من مقاييس. إذا كانت بشار الأسد لا تعتمد على دعم الفئة كثيرة من السكان والشعب السوري، خلال شهر كان يسقطه. لأنه يا سيد متوزوف، سيد متوزوف، يا سيد متوزوف، من سيد متوزوف، طيب 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 اسمح لي سيد متوزوف فقط. تركيا. طيب طيب لماذا؟ لأن تركيا عضو حلف الشمال الأطلسي. طيب سيد متوزوف فقط أود إبلاغك بشيء مهم فقط بسيط. 9 مليون سوري خارج سوريا، 6 مليون أكثر من مليون سوري، منهم من استشهد، منهم من في المعتقلات. هناك أكثر 12 مليون سوري خارج سوريا. في سوريا بشار الأسد يسيطر على 25% من سوريا. 25% ماذا يقومون بشار الأسد إذا أردت أن تتحدث بهذا المنطق؟ الشعب هو من لفظوا ورفضوا لبشار الأسد. سيادة العميد أسعد سعبي، من حق روسيا أن تتحدث بقوة؟ من حق روسيا أن تدافع عن بشار الأسد؟ يا أخي الكريم، أولا أنا لم أكمل حديثي حول التدخل الروسي. وجود عناصر روسية ضاعت في صحراء تدمر وكان تهرب من الجيش الحر، وهذا كان يثبت تدخل روسي. أيضا هناك كما ذكرت لك الحواجز الموجودة في دمشق. أقول لك أكثر من ذلك، عند معركة الأنفال التي جرت في اللاذقية واستطاع الثوار الوصول إلى نبع المر، من استعاد وسيطر على نبع المر؟ الضفادع البشرية الروسية. من استطاع أن يسيطر على كسب 1500 مقاتل من أرمينيا؟ هم روس أيضا. يعني لماذا هذا التعتيم؟ ولكن أيضا بالمقابل، يعني حاليا من يتواجد في سوريا من 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 النظام أو ما يسمى النظام باستثناء شخصية بشار الأسد، من يتواجد؟ هم إيرانيون، أفغان، لبنانيون، عراقيون، باكستانيون، روس، كوريون شماليين، صينيين. لم تبقى ملة في العالم إلا وأتت إلى 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 سوريا. بعد ذلك نقول نريد أن نحمي بشار الأسد. من الطبيعي أن يتحدث ضيفك من موسكو أنه من يريد أن يدخل لسوريا عليه أن ينسق مع الحكومة، أي حكومة، لا تتواجد حكومة ولا مؤسسات. الطيران الإسرائيلي يدخل، طيران تحالف 40 دولة يدخل، الطيران التركي لماذا مطلوب منه؟ لا يقصف الأكراد ولا يقصف داعش، فقط يقصف النصرة. لماذا لم يقصف حزب الله؟ لماذا لم يقصف العراقيين؟ لماذا لم يقصف الإيرانيين المحتلين لسوريا؟ نحن حقيقة نطالب منذ عام ونيف، ونحن نطالب الإخوة العرب بالمملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية ومصر، مصر الشقيقة، نطالبهم. نحن في سوريا أرضنا محتلة، بلدنا محتلة للإيرانيين، والروس الآن جاءوا ليقطفوا جزء من الكعكة. الروس يريدوا أن يحتلوا ليبقوا في سوريا، ولذلك نحن لنا حق على أشقائنا العرب، ونوجه نداء وطلب ورجاء لإخوتنا لجلالة الملك سلمان وجلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس السيسي. نحن نريد جيوش عربية للتدخل إلى سوريا، نريد أن نخرج الأجانب. لدينا أكثر من 28 دولة أجنبية في سوريا،
من إيران إلى روسيا إلى كوريا إلى كل هذه الدول تقتل بالشعب السوري وتفتك بالثورة السورية وتفتك بالآثار السورية والدولة السورية. هذا ما يجري حقيقة. بشار أسد هو رجل غريب عن سوريا، ورغم ذلك يدعي بوتين أنه صاحب مبادرة سياسية. طيب يدعي أنه يريد إعانة الشعب السوري. هذا رد على كل من يؤمن أو يظن أن لدى روسيا إحساس بنا كإنسان أو كبشر. طيب دكتور عاطف عبد الجواد، فقط سؤال أخير إذا تكرم. دائما ارتفاع الصوت الروسي في هذه التصريحات يدل على عدم وجود تنسيق أو عدم وجود توافق أمريكي روسي. طيب هل إن ممكن أن نلاحظ أن ننتقل إلى المرحلة الثانية من المراحل قبل اللقاء إلى مرحلة تدخل بري من دول الجوار، أم تستبعدها الولايات المتحدة أيضا؟ لا، هناك مجالات للتوافق بين روسيا والولايات المتحدة بشأن سوريا، وهناك مجالات للاختلاف، والطرفان يعملان في المجالات التي يمكن التوافق عليها. يعني على سبيل المثال، الولايات المتحدة تريد مستقبلا سوريا يخلو من بشار الأسد على الأمد البعيد، يعني ليس غدا. لا تريد الولايات المتحدة رحيل بشار الأسد غدا وبصورة فجائية حتى لا تتداعى، لا تنهار مؤسسات الدولة السورية كما حدث في العراق أثناء الغزو. ولكن روسيا طبعا تريد بقاء بشار الأسد لفترة زمنية ممتدة. وهناك نقطة أخرى، وهي أن روسيا ترغب في الحفاظ على مصالحها، تريد في الحفاظ تحت أي تسوية سياسية، تريد الحفاظ على قاعدة اللاذقية، وتريد الحفاظ على وجودها العسكري والسياسي في روسيا في سوريا. وهذا من حقها، كل دولة تحاول الحفاظ على مصالحها. ولكن عناصر التسوية السياسية هناك مجالات للاتفاق عليها بين البلدين، وستبدأ مباحثات كما قلت خلال الأيام المقبلة في الأمم المتحدة على هامش الأمم المتحدة لمحاولة بلورة هذه المجالات. وطبعا هناك عائق كبير، وهو الاختلاف الكبير والتجزؤ القائم بين فئات المعارضة المختلفة في سوريا. إذن نحن بصدد أن نرى مجهودا قويا لتسوية سياسية قد لا تتفق على هذه التسوية الولايات المتحدة وروسيا. طيب. اتفاقا تاما، ولكن بدون شك سوف تكون هناك مجالات يمكن الاتفاق بشأنها. شكرا لك دكتور عاطف عبد الجواد الكاتب محلل السياسة ضيفي من واشنطن. شكرا موصول لك سيادة العميد أسعد الزعبي الخبير العسكري المحلل الاستراتيجي ضيفي من عمان. شكرا موصول لك سيد متوزوف المحلل السياسي ضيفي من موسكو. فاصل.